كنت قاعد مره كده على الفيسبوك عمال اتفرج على الفيديوهات اللي الناس بتشيرها، وطلع لي فيديو لقيت بنوته كده صغيره وعماله تهري. دخلت كده على صفحتها لقيت ملايين، ولقيتها مشتومه شتيمه زي ما بتشتم بالظبط تقريبا، يعني يمكن اكتر، وصعبت عليا بصراحه. فرحت ايه بعت لها، قلت لها بقول لك ايه، بعتي لي انا عايز اتكلم معاكي في موضوع مهم. راحت يا استاذ شريف، راحت بعت لي، قلت لها مكلمها في التليفون، قلت لها ايه يا ندى اللي انت عاملاه ده، ده انت شاطره قوي. قالت لي ميرسي، بتشتغلي فين يا ندى؟ قالت لي مش عارف بتدرب فين وبعمل ايه وكذا وكذا وايه، وهي صغيره كده بتعمل كميه حاجات في حياتها مش طبيعيه، وانا بحب جدا الشخصيات الاكتف دي. المهم قلت لها طب اقول لك ايه، انا بقى بعمل برنامج جديد على قناه الحياه وعايز اعمل لك فقره عندي. قالت لي قوي. جت قعدت معايا لقيتها شخصيه، بنت كده جامده ما بتهزرش، شكلها ثمنن قوي ومهتمه بلبسها وباناقتها وكده، بس جدعه، بنت جدعه كده. طبعا مش هتعجب ان انا اقول بنت جدعه وكده، بس هتفهمني يعني ايه بنت جدعه بالفرنساوي دلوقتي. فندى حجازي هتكون عندنا دايما في 4 شارع شريف. انت بنت جدعه ميرسي وجامده. شكرا. على فكره انت بره الكاميرا غير كده، يعني انت قدام الكاميرا بتكسفي شويه. شويه مع انت على كاميرا الموبايل بتطلعي بلاوي غريبه. اخبارك ايه؟ الحمد لله. منوره ومشرفاني. ميرسي. خليني اعزمك على حاجه واحنا قاعدين في الكافيه. في كافيه. تشربي ايه في الكافيه؟ ممكن كافيه اولي. كافيه اولي يعني شاي بلبن؟ لا يعني قهوه بلبن. بقول لك ايه، اخرك ميه عندي هنا. ميه يعني ايه بالفرنساوي؟ او 2 او صلاح. ساعه يعني ايه؟ فروا 2 او فروا اهو في الماج روج. روج ماج صح كده؟ ميرسي يا فادي، شكرا. يعني ايه طويل؟ هو طويل يعني ايه طويل؟ اقول له عايز تقول له ان هو طويل؟ الي لون لون. وحياتك لمسيكي الفرنساوي. ميرسي فادي، ميرسي افو، صح كده؟ طيب بصي بقى، انا زيك لما بلاقي حد بينطق الحاجه غلط انا بتعصب ساعات وبتغضب كده، بس كنت فاكر الحاجات اللي احنا بننطقها غلط حاجات قليله، طلعت ان الحاجات كتيره زياده عن اللزوم، صح؟ صح. يعني طلع نص الكلام اللي احنا بنقوله في حياتنا غلط، ونص الكلام متاخد من اللغه الفرنسيه اصلا، يعني الفرنسيين جم احتلونا مش عارف 3 سنين، ها غيرنا لهم اللغه. طبعا عليه غير. احلى حاجه ان احنا اللي بنطبع على اللغه بتاعتنا. دي حاجه على فكره كويسه مش وحشه. انا هقول لك حاجه، يعني الفرنسيين لما جم نابليون بونابرت، بنطقها صح، ها نابليون بونابرت لما جه احتل مصر ل3 سنين، قعدوا انت عارفه الشعب الفرنسي كان مغرم جدا بطرز الاساس الخاصه بيهم، يعني لوي 15 لوي 16 لوي 14 اللي هو لويس الخامس عشر ولويس السادس عشر، كانوا بيسموا الاساس على اسم الملك. لما جم احتلوا مصر الكام سنه اللي قعدوهم، من كتر ما تاثروا بالشعب المصري وبالثقافه المصريه واكتشفوا حاجات ليها علاقه باجدادنا المصريين القدماء، غيروا اسم الاساس عندهم وسموه الامبير، لا الامباير، واخدوا من الموتيفات الفرعوني او المصريه القديمه حطوها في العفش بتاعهم او الاساس بتاعهم. وبعد ما كانوا بيسموه باسامي الملوك سموه بامباير، ما سموش باسم مصر، بس يعني كان ليه علاقه بمصر. ودي حاجه مهمه جدا بتدل ان احنا بنؤثر، حتى لو حد جه احتل لا هنأثر فيه وهنغير لك حضارتك، هنمسرك. لا وفي كلام كتير زي ما احنا عربنا كلام فرنسي، في كلام كتير عربي هم برضو حرفوه. بجد؟ زي ايه؟ زي مثلا الشكر مثلا، هي اصلا سكر. هم اللي اخدينها مننا مش احنا. يعني كلمه سكر دي بتاعتنا والفرنسي قال لك سكر. طب حلوه قوي. طب قولي لي بقى الحاجات اللي انت كاتباها في الورقه دي النهارده، الموضوع عن ايه بالظبط؟ يعني النهارده الفيديو يعني الحلقه بتاعتنا هتتكلم اكتر عن الحاجات بتاعت البنات. ماشي. ميك اب بقى، اللي هو مكياج، مش مكياج، مكياج اللبس. طب استني بس، المكياج اسمه ايه؟ مكياج. والناس بتنطقه ازاي؟ مكياج. في بعض الناس في حاجات بنكسرها كده يعني برضو. قولي الغلط. مكياج. وهو مكياج يعني بدل المي ما. صح كده؟ زي برضو اكسسوار. هي اكسسوار. اكسسوار بالا كده يعني. بالا. ماشي. اكسسوار. ايوه اتفضلي حضرتك. عندنا نبدا بالمكياج. انا هتعلم منك شويه حاجات. اتفضلي. نبتدي بالاول بالمكياج. مكياج. المكياج عندنا مثلا البودر. هي مش بودره. هي بودر. بس دي ممكن اقولها بودره يعني. دي معديه. ما انت كمان ما تعدلناش على الواحده يا ندى، يعني بودره مش زي ما نقول بودر احلى.
ماشي قولي اللي بعدها. في مثلا اللي احنا بنقول عليه الروجاجو. الناس حرف يعني قالت كلمه روجاجو دي على المنطق بتاع ان روج يعني احمر وجو يعني خدود فاحمر خدود. هي مش كده، هي هناك في فرنسا بيقولوا فاغ اجو. فاغ يعني محمر او مورد. هو مورد الخدود. فهو اسمها ايه بقى؟ فاغاجو. فاغاجو مش روجاجو. مش روجاجو. وروجاجو احنا مصرناه خدناها من الروج اللي بتحط في الشفايف وقلنا ماشي ادي عندك حق فيها. فاغاجو هعديها لك. بعدها طبعا قلنا المانيكور والبيديكور. والبيديكور نسينا بس نقول ان هي جايه من كلمه بي، وبي يعني رجل. ما انت كل حاجه قولي لنا عشان نتعلم معاكي برضه. قوليها تاني كده عشان مش بعرف انطقها دي. بيديكور. 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 بي اللي هي الرجل. بي. بي اللي هي ايه؟ الرجل. فهي بقى بيديكور. بيديكور. وهما الناس بتوع ازاي الغلط؟ باديكير. باديكير ماشي. الكلمه يعني بس مانيكور مش مانيكير. لا مانيكور. مانيكور. لازم نضم الشفايف لقدام. مش مونيكور. مش مونوكير. مش مونوكير. ماشي. اللي بعدها عندنا كنت فاكر انا بعرف انطق اصلا، دي عقدتني. قولي. عندنا بقى مثلا حاجات اللي ليها علاقه بالشعر. عندنا طبعا الشينيا. مش الشينيون. اوكي. هو عشان بيتكتب بنحط الان. هو بيتكتب بالفرنساوي اخره ان صح. فهم قروها شينيون. بس الصح ايه؟ شينيون. شينيون. ماشي. عندنا مثلا اللي بنقول عليها سيرتيتا. لا هي ساختت. وبرده في ناس بتغلط تقول لك اسمها سيرتت. السن سير يعني على، وتات يعني راس فتبقى فوق الراس. لا هي ساختت جايه من فيرب سيري. اللي هو ايه ده؟ سيري يعني يزنق او يضغط. فهي السرتات بتبقى زنقه على الراس كده. ماشي. اسمها سختت. اوكي. هحاول منك. قولي. عندنا قوليها تاني. سرتات كده بتتقال ازاي؟ سختت. سرتات. سختت. ماشي. بعد كده عندنا مثلا البنس. بنس. لا بنس. 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 زي برنس وبرنس كده. ماشي. برنس وبرنسس برضو يعني. ماشي. برنس وبرنسس. اوكي اللي بعدها حاجات بقى مثلا في عندنا البيبيونه بتاعت الولاد. لا هي بابيون. بابيون. عشان عامله زي الفراشه. هي الفراشه اللي بتطير دي اسمها بابيون. هي نفس اللي بنلبسها نفس الشكل كده فاسمها بابيون. واللي بعدها البنت مثلا في الفساتين بتحط بغش مش بروش. اوكي. بالنسبه للجوب. وجوب مش جيبه. ماشي. بنطلون. بس دي صعبة بقى. ليه بقى؟ لا دي معقدة. طب ليه؟ ما في حاجات بقى اديها لك وحاجات لا. بنطلون. بنطلون يعني بص سهلة. لا بس بنطلون تعدي. في ناس تقول بنطلون. لا بنطلون غلط. ما هو مش بيها مش بالميم. هي بس بنطلون يعني بس تنفع بنطلون يعني. احنا نحاول بس ان اي مش ضروري ندلعها قوي صعبة. نحاول ان اي كلمة فرنسية اخرها ان ما ننطقهاش طالما بعدهاش يعني. احنا مش عارفين العين من ايه اصلا. مش عارفين يعني. احنا الناس كلها مش دارسه فرنساوي يا استاذه، فما نعرفش ان في في الاخر اللي هي الاي. هنعرف منين؟ احنا بنقول احنا احنا بعد كده الحاجات دي هننزلها مكتوبه على الشاشه على فكره. كملي. وبعد كده عندنا بعد كده التيير. الايه؟ التيير. اسمه تيير. التيير اللي هو بيبقى قطعتين. اللي هو مثلا جاكيت وبنطلون او جوب. اوكي. في عندك حاجات كتير عشان الوقت خلص؟ حاجات بسيطة بس. ايه بقى؟ عندنا التالون او اللي هو الكعب العالي. الكعب العالي. تالون يعني كعب واو يعني عالي. طب هم بيسموه ازاي؟ بيقولوا تالون. تالون. التالون. عندنا بعد كده التول اللي هو التول. والساتان. لا بس ده يمشي يعني التول تول عادي يعني عديها برضو. والساتان. اوكي. عندنا فيترين. اخر حاجة بقى. الفيترين ايه بقى؟ الباترينا. باترينا. هي فيترين. باترينا. لا فيترين. والاستشوار. ايوه استشوار جايه من فيرب استشوار. في ت في النص. استشوار. انت اللي محتاج استشوار في شعرك كتير قوي اصلا. طب اختم لنا باغنيه اغنيه في دقيقه. غني لها بعد كل اللي قالته لنا ده. غني لها. غني لها. بشكرك الاول يا ندى. ميرسي. اشوفك الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي نكمل حاجه البنات عشان لسه في حاجات كتير قوي في الورقه دي. يلا نسمع اغنيه دلوقتي. هنسمع الاغنيه من خالد عصام. بعد كده فاشن شو مع بهيش حسين وعامل كولكشن هتعجبكم قوي. خليكم عندنا في الشارع لو سمحتوا. اتفضلي.